VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنشرح الليبل، وحبيت أعمل كل واحد في درس لوحده علشان نستفيد شوية ونشتغل على الأكشن سكريبت. هنسحب الليبل هنا، وممكن كمان بتكبره وتصغره زي ما أنت عايز. طيب الليبل هنا بقول لك أوتو سايز، بقول لك فين الليفت ولا، طبعا ده اتجاه الكلام زي ما احنا خدنا قبل كده وزي ما احنا تعودنا، ده هيكون نون مثلا. وبعدين بقول لك ده انيبل ولا فيزابل، ولا في ممكن تدخل عليه والدراب ولا ايه بالظبط. طيب خلينا نشوف واحده واحده كده من داخل الاكشن سكريبت. ممكن هنا نقول له مثلا جي اف اكس اكاديمي، لو عملت حاجة زي كده هيظهر لك، بس ده HTML، يعني الحتة دي بتقبل تاجز ال HTML. ممكن تغير اللون، ممكن تغير نوع الخط، وممكن تغير كل حاجة من هنا، وهنشوفها دلوقتي. ممكن نمسح دي خالص ونكتب هنا مثلا وليد، تمام، دي بتظهر لي على طول. بس هنا بالطريقة دي هنا ما بتتحكمش في أي حاجة، هي بس يدوب الكلمة كده. وطبعا ممكن تتحكم في كل حاجة من دول من داخل الأكشن سكريبت. نخش بقى على الأكشن سكريبت بعد ما بنحط له انستنس نيم. هنقول مثلا ده الليبل، ليبل تيست مثلا، كوبي، نخش بقى على الاكشن ونفتح الاكشن كده. خلينا نحط هنا ليبل عشان تبقى باينه، ونفتح الاكشن سكريبت بالشكل ده. طيب ممكن نشتغل على نوع الخط والتكست فورمات بتاعته عن طريق اللي هنعمل فار بالفاريبل برضو عشان نستدعيها وفيها البيانات كلها ونقدر نشغلها ازاي. نعمل فار ونسميها مثلا تكست ليبل، اسمها كده، اسمها اي حاجة، تمام، المهم تكون حاجة تدل على المعنى بتاع اللي انت عايز تعمله. هنقول تكست فورمات تساوي نيو تكست فورمات، تمام، ده كان اول حاجة. وبعدين نبدأ نحط بقى التكست فورمات دي، خلينا نحط ده تحت خالص. نبدأ بقى نغذي الفاريبل دي بالداتا بتاعتها. هنقول نوع الفونت، ادي الدوت فونت هيساوي مثلا امباكت، وهيكون مثلا السايز، السايز تساوي هنقول مثلا 20. التكست ليبل دي هيكون نحط لها بولد، بولد هيساوي مثلا ترو، وكمان وخلاص كفايه كده. اوكي طيب تعال نشيل ده. هنقول بقى هنقول دي، ده كده بستدعي مين؟ الاوبجكت اللي بره اللي هو اسمه ليبل، تمام. هنقول دوت ستايل تمام، وبعدين نفتح اتنين كده وبعدين نخش جوه.
ونفتح حاجة زي كده ونقول له التكست فورمات اللي احنا عاملينه. تمام، نطلع بره ونقول له مين هات لي دي تكست ليبل حطها لي هنا. اوكي طيب تعال نشوف كده، يبقى هو حاطط لي الليبل اللي انا هحطه بنفس المواصفات اللي انا عايزها بالطريقه دي. الخط امباكت، عايز بقى تغير الليبل لبره، عايز تغيرها اي حاجه، تغيرها مثلا جي اف اكس اكاديمي دوت نت عشان تبقى برضو واضحه اهو بالطريقه دي. طيب جميل، نخش بقى على اللي بعده. عايزين نضيف حاجه كمان صغيره، عايزين نضيف ايه؟ نشوف بقى السيلكتابل والحاجات اللي بره دي. يعني في هنا شويه حاجات كده ممكن نفعلها من جوه. اقول لك اه تعال نشوف ال HTML دي تكست. انت لو كتبت له تاج HTML وجنب وقبليه تاجات بتاعته، يعني البي وال الاي والاو والحاجات دي، ممكن يبقى يستفيد او يستجيب معاك، مفيش مشكله. خلينا نكتبها جوه الاكشن سكريبت. احنا فين؟ احنا هنا. ايوه ده تكست ليبل ده، هنقول له خلينا نعمل بس علامات كده تنظيم. هنقول له دوت مثلا HTML رب تكست، اسف. اوكي، وبعدين بتحط له بقى اللي انت عايزه داخل اتنين برنسيز بالشكل ده وتقفلها. طيب لو احنا كتبنا مثلا وليد محمد، ماشي، اسمي مثلا، خلاص، وجينا عملنا كده، ببص الاقي ان ال HTML عملت ريبليس للي فوقيها، عملت ريبليس للي بره. تمام، احنا زي ما احنا قلنا طبعا ان الاكشن سكريبت دايما اقوى من مين؟ من اللي بره. فانا كده بعمل اي حاجه في الاكشن سكريبت تعمل ريبليس اللي بره على طول. طيب هل الكلمه دي ممكن نتحكم فيها؟ اقول لك اه. تعال نحط مثلا تاج اللي هو البولد، تاج البولد اللي هو اعتقد ان هو، انا فاكر اللي هو ده، خلينا نحط الاي اللي هو الكلام مايل اهو. او طبعا عشان الخط امباكت، ممكن الامباكت اصلا خط قوي يعني خط عريض، خلي اريال عشان تبان شوية اهي. وكمان نحط له البي دي اكواد HTML. يعني مش باينة البي قوي، المهم هو بيستجيب لك عادي اهو زي ما انت شايف على البي. على ممكن تحط يو كمان، اليو ده اعتقد ان هو تحت خط اهو. دي حاجة زي كده من داخل اكشن سكريبت وداخل التعامل مع الليبل. حبيت اتكلم في الموضوع ده في الاكشن سكريبت عشان برضو في ناس بتقول لي انت ما اتكلمتش على الاكشن سكريبت قوي، فحبيت افتح لك برضو شوية حاجات بالنسبة لك انت تبقى حلوة في الاول، وبعد كده ان شاء الله نجتهد ان احنا نوصل بالاكشن سكريبت لاحسن مستوى ان شاء الله. السلام عليكم.